مستمعي الحياة فام إذاعة القروان للصحة، مرحبا بكم في سيسب. سيسب دار الجمعية معتمدية سبيخة بولاية القيروان. نحن هنا تحديدا في منشر الفلفل، الفلفل الأحمر، فلفل سيسب العوالي السنة والفترة هذه الموسم الفلفل، والمنشر هذا هو بمثابة بورصة وإلا سوق وطني للفلفل. الفلاحة يجيوا يصبوا لهنا ويحطوا الفلفل نتاعهم، ويجوا التجار والتجار التفصيل ياخذوا الفلفل من هنا على مستوى وطني. حبينا نشوفوا مع بعض الفلاحة والمشرفين على المنشر وإلا السوق هذا. مرحبا بكم. شكون لاهي بالبسكوله توا؟ وانا علي لان علي علي ايش اعطي كلمه مش شوفوا توا كيفاش تم البورصه بتاع الفلفل، الفلفل الاحمر، فلفل سيسب دار الجمعيه. مرحبا بك سي علي، انت توا مسؤول على البسكوله هذه. البسكوله هي هنحكيو على فلفل سيسب دار الجمعيه، شنو المميزات نتاعو؟ فلفل مميزاته نجم نقول تونس كامله تاكل منه، فهمت؟ كامل الجمهورية يجوا يعبوا من هنا الفلفل، فهمت؟ الموسم نتاعو وقتاش؟ الموسم نتاعو دائما يبدا من اخر جويليا حتى نوفمبر. تو الفلفل الاحمر هذا؟ الفلفل الاحمر اي هذا كل تو كل هو الفلفل الاحمر تخطي. اش يمشي الفلفل هذا؟ اش يعملوا به؟ هذا يعملوه هريسة ويعولوا منه العباد في ديارهم، والمعامل الهريسة تمشي للمعامل الكل. طيب نزيدو نشوفوا مع الفلاحة، معناها هذه الميسرة نتاع الفلفل، موسم الفلفل. هي هذا السنة فيه فلاحة، هذا يستنيها الفلاحة عام كامل يخدم إلى الموسم هذا على الشهر هذا، فهمتني؟ والسنة الفلاح ما ينجحش فيه، حتى زاد الصحيح. جاتك الفترة نتاع الشهيل ينقص الماء، اسم ده ما فماش، لامونيتر عندهم تو شهرين وثلاث شهور ما فماش لامونيتر، شكارة مونيتر دا 40,000، فهمت؟ معناها الفلاح السنة يطلع مدي من جيبه. انت تو مسؤول على البسكوله والميزان، كيف تحكينا على الفكره على الاسوام وكيف الفلفل السنة يعطي الميزان ولا لا؟ مش عاطي ميزان، ماك الفتره نتاع شهيلي سخونه الدنيا خفيف الفلفل، مش عاطي ميزان خلاص، وتهلك الفلفل من شهيلي صفار الكل، فهمت؟ ما الاسوام طبعا الاسوام اسمع انت وال يكثر يطيح السوم نتاعو بين كذا يوصل حتى ل 500 ويطلع يوصل حتى للدينار، فهمت؟ قلت لك الفلاح السنة ما ينجحش فيها باختصار زد. هذا يسموه فلفل الكورونا ولا؟ هذا فلفل الكورونا فعلا، فلفل الكورونا وفلفل قيس سعيد. والله شوف شكون من الفلاحين نحكيو على سيسب والفلفل، معنا تاريخ مش تاريخ كبير ياسر الفلفل، وبالنسبة للفلفل فلفل سيسب معروف، الجمهورية التونسية معروف. فلفل جودة ممتازة على الأخر، خاصة السنة معامل تقبل المعامل في الفلفل، وإن شاء الله ربي يحرك زبه وربي يعطينا مطر باش تتحرك نوعية وحتى نوعية تولي كريتي تولي كريتي باهية شوية. الفلفل حار باهي. كمل الكلمة هذه، ما ثمش مطر وما ثمش فلفل، ما ثمش مطر ما ثمش فلفل. مربوط بالماء بالمطر بالماء، ما ثمش مطر رويوفة في ساعة فلفل. طب من هنا لدخول شهر الأخر ما تلقى الفلفل. إن شاء الله ربي يحرك أسبابك. أحلى سيسب وأحلى دار جمعية. احسن فلفل فلفل سيسب ما فماش كلام خاطر شنو الاحلى نتاعو احسن فلفل مطلوب احسن فلفل فلفل سيسب يا ودي مش نمار خليك شو يعملوا به يعملوا به عوالي يعملوا به فلفل مرحي يعملوا به فلفل شكاك ودي مش نمار احسن فلفل اساسيه كل ملح والله كيما نحكي لك والله احسن فلفل هذاك هو هذاك شان معناه زريعه خاصه بسيسب سيسب معروفه فلفل سيسب معروف معروف دار جمعيه معروف هذي احسن فلفل فلفل سيسب انا ننصح لك تو معناها هذي 20 عام تو نزف الفلفل مني كيفاش يتم معناها البورصه تاع الاسوام بدلاله بالوقت الاسوام بدلاله بدلاله هني بدلاله امريكا هذا جروسيست يا علي السوم يا هذا جروسيست كان في الانتخابات سيسب يعرفها في الانتخابات يجيوها برشا 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 عباد يجيوها بالانتخابات بالكراب وكل شيء غير المهم يجيبوك مكياسات واحد ادخل سيسب كل تلقاش فيها كياس بالقفه ادخل العباد تلقاش عندها ميت تلقاش عند اللي عنده صغير ما يلقاش علاش يهزو اللي عنده صغير يوحل باش عنده مراه مريضه ما يلقاش باش يهزو كياسات ما فيها الجمله سيسب تدخل في مليارات للدوله مليارات تدخل فيها الاف المواطن شغل تخدم فيها عباد ولادها الكل يخدموا في وسطها كياس ما تلقاش كل العباد المسؤول يجي كان روحه ما يجيش حتى لحد مسؤول هكا كان نروحوا هكا
طول المسؤول اللي شد القهوه فين والعباط المواطنين فين المصلحه. مش نحبوا نزيدوا نشوفوا فلاحه من سيس بشكون من فلاحه ما عادش فلاحه من سيس اللي جايب الفلفل شكون اللي جايب الفلفل يحكي لنا تو على حابين نشوفوا على سامحني جيب فلاحه مش مقاصد صعوبات انتم صعوبات انتم كفلاحه والله صعوبات في كفلاحه تجينا من الخدامه قليله خدامه فلاحه خاسره وقت تشوف مسلعه نقدر الفلفل طاح في نهارين كان يمشي غالي الفلاحه صباح صباح طاح ما عندناش طرقات باش الفلاحه تخرج مرتاحه الكاريه كان جبت كاري خاسر كان جبت بكرامتك خاسر الطرقات ما ثماش بتاعنا بتاع الفلاحه عندنا اصابه بصلي على سيد الناس لو كان مش هالشيلي ولا يمات الشيلي الفلفل راهو دوبل الفلفل الفلفل راهو دوبل الشب معامل الولايه كامله 24 ولايه ياكلوا من سيسب 24 ولايه هذا هو معناه سيسب 24 ولايه سيسب علاش ما ثماش علاش ما ثماش مصانع تحويليه لهنا ما ثماش ما عندناش مصانع تحويليه عندنا الرجال عندنا الرجاله تخدم هما اللي يزودوا في المعامل هما اولاد سيسب فلاحة سيس ولاد سيس هم اللي جاودوا في المعامل راهم عمر ما جاء واحد من قربة ولا جاء من عبيدة ولا جاء من سكام ولا جاء من درع علوش وجاء جاء راهم هم ولادنا اللي خدموا في المنطقة يهزوا في الفلفل يوصلوا فيه للمعامل وراهو فلفل بالنسبة للفلفلين فلفل سيس أول فلفل كل ملح وراه كل ملح والزيت أساسي في الماكل وفي القدرة التونسية الهريسة هريسة حارة وهو زاد اللي عامل مقوي طول اللي خلينا نحن داخلين بعضنا في ايامات الكورونا اللي هو نحن ناكلوا في الفلفل ونصلي على النبي ما صابنا حتى شيء ولا لا صابنا شيء ويكذب اذا واحد في البطحه تضرب في بطحه تشيل من الكورونا يعمل مناعه مناعه خويا انت لون ما عندك مناعه تو باش واقف انت انت باش تكلم فيه تو عامل لك مناعه ربي يعطيك سر من عنده سبحانه بالحق لحد زيك حد رجاله تاخذ تحك قرن في الفلفل اما التلقيح لازم تو لازم صحيح لازم والله هو التلقيح لازم في سيسم ولا مش في لازم حتى اللي يتيح يفز علاش يفز التلقيح لازم الناس الكل لازم اي لو لازم الناس الكل مولد عمي زاد التلقيح من تلقيح كان احنا مش نلقح اليوم ونقعد اربع ايام ما نخدمش شكون مش واكلني وليدي لا لاباس لاباس حكم على الطالعين في التلقيح لازمك ترتاح ثلاث ايام ما تداوش وكاوي قلت ما تداوش ما تاكلش الحار معناها ما تداوش معاش ترقد صغارك لا ما تاكلش الحار صاحبك يقول لك مره تداوش تقول له ما نداوشش شكون يحب الميكانيك الميكانيك اللي طرا فيه نتاع سيسم خلاص وبرك خلاص وبرك مش يعمل طرقات يعمل مطارات خلاص خلاص كاميونات سيسم برك يعمل مطارات ما يعملش كياسات كياسات كل عباد ما فهمش المزمر فاهم يعمل فونتران ثلاثه اربع مرات في العام ثلاثه اربع مرات يعمل فونتران وكلهم ما يسمع الكل كمبيالات البنوك الفلوس تاعك فيها من سيسم ما تعكاكاش حتى من بلاد مش كل واضح الله يبارك فيك اي تو حكيت انت تو على موتور جيت كياسات مش كياسات لهنا في السيسي تحتيتها ما تمشي لا مش لا فر كلها تقص في التاكس كلها تخلص في الدوله ومرا واضحه لا فما كياسات يرجعونا على الاقل مدخول تاع السبيخه يرجعوه في التاكس مره قصه تاكس مثلا مره تاع عام يرجع على سيسي وتولي تبيات كل ليش فر الكل مش متكفتين يا جمله الله يبارك خلنا نتبع نشوفوا كما قلنا هذايا معناها سوق ولا بورصه نتاع الفلفل هنا في سيسب هذا منشر يجيو التجار من جميع الجهات يهزوا الفلفل سيسب فلفل مميز ياكدوا الفلاحه انه عنده خصوصيه فلفل سيسب في المذاق نتاعو في قيمته الغذائيه في اهميته التجاريه لهنا يعني اقتصاد كامل مرتكز على الفلاحه ومرتكز على الفلفل اللي يمشي للمصانع التحويليه وعنصر اساسي في الوجبات والاكلات الغذائيه التونسيه مرحبا بكم ان شاء الله فرصه اخرى في سوق اخر من خصوصيات ولايه القيروان.